أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون علم الله أنكم
كذلك يوم